سلام عليكم. افضل 22 لاعب في العالم على المحك، جاهزين ننطلق؟ البيست 22 انطلقنا. السلام عليكم يا فريميديون، ورجعنا لكم بفيديو جديد بفكرة أسطورية جدا من قبل أحد متابعي القناة. الفكرة تتمثل في إنشاء فريق في الكارير مود بلاعبين تم اختيارهم من قبل محمد عدنان اليوتيوبر، تعرفونه بالطبع. قام باختيار تشكيلتين، في كل تشكيلة 11 لاعب. موافقون؟ تمام. سنختار 11 لاعبا للتشكيلة الأساسية و 11 لاعبا للتشكيلة الاحتياطية. شكرا لصاحب هذه الفكرة، بارك الله فيكم. مثل ما تشاهدون في الصورة هذه الرسالة. تمام، قبل ما نبدأ لا تبخل علينا باللايك، الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، وعطونا آراءكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات، ولا تنسوا مشاهدة الفيديو الأخير. دعوني راض عليكم، يلا بنا ليتس جيت ستارتد. أبدأ بالفريق الأول واللي راح يلعب بخطة 4-3-3، واللي نبدأ بأول لاعب هو حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتو، وحارس مرمى نادي ريال مدريد. يلا اتصال للشراء. اوكي، قيمة 79 مليون اورو، تقديم رسوم الانتقال، مبادلة لاعب. راح نعمل مبادلة لاعب، راح نعطوهم لاعب وسط، نعطوهم بول بوغبا. يلا بول بوغبا، بول بوغبا غير موجود في التشكيلة. يلا تقديم. اوه يريدوا 139، راح نعطوهم 100 مليون يورو. يلا تمام، وافقوا. يريدوا 139، نعطوهم 109. يلا جيد جدا. اوكي الراتب 250، راح يكون حاسم. تمام يلا، مدة العقد راح نخلوها 5 سنوات، يريد 3 سنوات، احنا راح نخلوها 4 سنوات. الشرط الجزائي قبول، لا يوجد شرط جزائي. الراتب 175، مكافأة التوقيع، إزالة المكافأة. اوكي تقديم العقد، يلا اقبل. تمام، تعاقد مع تيبو كورتوا يا جماعة. ترينت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول. وثاني لاعب اختاره محمد عدنان هو ألكسندر أرلوند. مبادلة لاعب، نعطوهم لاعب وسط، نعطوهم من برونو فرنانديز. يلا تقديم العرض، لا يريدون. نعطوهم 123، أكيد راح يقبلوا. 133، يلا تقديم العرض. يا سلام، تفاوض مع ألكسندر أرلوند. راح يكون هام أكيد، مدة العقد 5 سنوات. تمام، تجاهل الشرط الجزائي. تمام، أعطوه 130. يلا 130، تقديم العرض. يلا إزالة المكافأة، تقديم العرض. يلا تمام، قبل العرض. صخرة الإنتر والمنتخب السلوفاكي ميلان شكرينيار. الآن سنتعاقد مع سكرينيار، 70 مليون أورو قيمته يا جماعة. راح نعطوهم لاعب وسط، راح نعطوهم بول بوغبا. تقديم العرض، يلا يريدون بوغبا بوغبا زيد. نعطوه فقط 6 مليون، يلا تقديم العرض. يريدون 46، نعطوهم 26، 16، يلا 16، نعطوهم 26. يلا اقبلوا العرض بليز بليز، سنحتاج بعض الوقت. اوكي لا ندري ان كان سيقبلون عرضنا لسكرينيار. اوكي يا جماعة الان نتعاقد مع سكرينيار. اوكي يريد ان يكون هام. تمام، يريد 4 سنوات، راح خلوه 5 سنوات. يلا تجاهل الشرط الجزائي بليز، راح نزيلوا المكافأة وراح نقبل العرض. تمام، افضل قلب دفاع في العالم فيرجيل فان دايك. اوكي يا جماعه التعاقد مع فان دايك، نعمل مبادله لاعب، راح نعطوهم قلب دفاع. وين هاري ماغواير؟ قيمته 24، تقديم رسوم الانتقال، راح نعطوهم يا الله راح نعطوهم 80. يلا 80 مليون اورو زائد هاري ماغواير، اقبلوا العرض. لن يقبلوا، يريدوا 149، نعطوهم 129. يلا يلا اقبلوا بليز. اي راح يستغرق بعض الوقت. الان يا جماعه التفاوض مع مايسترو الدفاع فيرجيل فان دايك. يلا يريد ان يكون حاسم. تمام يلا قبول، خلوه 5 سنوات مده العقد. اوكي معليش 4 سنوات. يلا تعال تعال فان دايك، نحتاجك بدون شرط جزائي اكيد. ماذا يريد؟ الراتب 210. اوكي عرض مضاد، إزالة المكافأة، الراتب راح أخليه فقط 200. ويلا ليتس جو، يلا اقبل فان دايك. يلا قبل العرض، يلا لكي لا نحرجها يا جماعة.
ظهير نادي مانشستر سيتي والمنتخب البرتغالي جوكر المراكز جواو كانسيلو. الآن مع كانسيلو. أوكي الشرط الجزائي 184. يلا ندفع الشرط. يلا يريد أن يكون حاسم. تمام يلا 4 سنوات راح خلوها 5 سنوات. عالمي يا كانسيلو، تعجبني يا كانسيلو، قبول العرض. يلا الراتب. تمام هنزيلوا المكافأة وتقديم العرض وراح يقبل أكيد. لا الراتب راح خلوه 190. يلا 180 تقديم العرض. تمام أنا سأختار جوسوا كيميش. كيميش 186 مليون أورو. يلا دفع. راح يكون حاسم إن شاء الله. يريد 4 سنوات خلوه 5 سنوات. يلا مع نهاية الكارير مود محمد عدنان. تجاهل الشرط الجزائي. الراتب 150 أعطوه 140. يلا 140 إذا أراد. أوكي إزالة المكافأة تقديم العرض. يلا جيد. قطعا مودريتش استحق التواجد في تشكيلة الأفضل. مودريتش نمر بوادرة لاعب نعطوهم لاعب وسط رانا نعطوهم من أوكي يا جماعة رانا نعطوهم هذا اللاعب 32 مليون أورو تقديم العرض. يلا أوكي يلا قبول قبول. راح يكون حاسم إن شاء الله. مدة العقد خلوها 5 سنوات يريد 2 سنين فقط. عرض مضاد راح يقبل ب 3 سنوات أكيد. تجاهل الشرط الجزائي. الراتب والمشاركات لا لا والله غالي. إزالة المكافأة تقديم العرض. يريد 190 أعطوهم 170. يلا 170 يلا اقبل. يريد 190 تمام قبول. يلا يلا بينا. يلا إلى جانب مودريتش أختار كيفين دي بروين. كيفين دي بروين الآن يا جماعة أنا من مبادرة لاعب راح نعطوهم كريستيانو رونالدو زائد نعطوهم 70. يلا 70 زائد رونالدو. يلا يريدون 200. يلا نعطوهم 180. يلا تقديم العرض. 190. يلا اقبل يا تمام. يلا يا جماعة التفاوض مع كيفين دي بروين بعد عناء كبير جدا. يلا 5 سنوات مدة العقد. اوكي راح نخلوها 4 سنوات. يلا قبول العرض. مكافأة راح نخلوها 300. يلا 300. يلا 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 تمام قبل العرض. نجمنا العربي الرائع محمد صلاح. اوكي محمد صلاح نعمل مبادلة لاعب راح نعطوهم لاعب وسط برونو فرنانديز. يلا تقديم العرض. يا الله يريدوا 190 نعطوهم 170. يلا 172. يلا 180. يلا اقبل العرض. الان فلنتفاوض مع محمد صلاح. يلا حاسم تمام 5 سنوات اقبل باريس. يريد 3 سنوات اعطوه 4 سنوات. تجاهل الشرط الجزائي اكيد. الراتب اعطوه 300. يلا 300 تقديم العرض. نزيل المكافأة تقديم العرض. الراتب يريد 330 نحن نعطوه 320. يلا تقديم العرض. تمام والميلان والمنتخب البرتغالي ابن 23 عام رافائيل لياو. رافائيل لياو لاعب ميلان الآن. والله لا أدري قيمته يا جماعة ولكن راح نعطوهم كريستيانو رونالدو. يلا لا يريدون كريستيانو. إزالة الشرط عند البيع تقديم العرض. يلا سهل ملا لياو. أوكي راح يكون حاسم. أوكي يريد أن يكون متقطع دوره في الفريق. مدة العقد راح خلوها 5 سنوات قبول. يلا بدون شرط جزائي أكيد. الراتب كم؟ نعطوه 120 ألف. يلا يلا الحمد لله عرض جيد. مركز رأس الحربة أختار أفضل لاعب في العالم هذا الموسم من دون منازع. أبو إبراهيم كريم ابن الذمة. كريم بنزيما. يلا التفاوض مع الحكومة. قيمته 84 يا جماعة رانا نعطوهم لاعب وسط رانا نعطوهم من تو سانشو. يلا تقديم العرض. يريدون 114 مليون أورو نعطوهم 94. يلا تقديم العرض. يريدون 99. يلا قبول. يلا بنزيما كريم أو عبد الكريم حاسم. تمام يلا يريد 2 سنين احنا خلوها 3 سنوات قبول بدون شرط جزائي. الراتب 400. يلا تقديم العرض.
يلا 400. هنستغني عن بعض اللاعبين، لازم علينا نبيع بعض اللاعبين يا جماعة. اوكي يا جماعة الخير، تبقى لنا 11 لاعبا من التشكيلة الثانية التي وضعها محمد عدنان في آخر فيديو له. إذا يا جماعة الخير، بعد نهاية الميركاتو الصيفي ما يتبقى لنا أروخو، بيدري، فينيسيوس جونيور، كيليان بابي، ليفاندوسكي، سون، بريمير، مينيام، وثيو هيرنانديز. الآن يجب علينا أن نقوم بتعديل التشكيلة. سنقوم بإخراج رونالدو، سانشو، العديد من اللاعبين، ونشرك التشكيلة التي ذكرها محمد عدنان في الفيديو الخاص به. هذه التشكيلة يا جماعة الخير. الاحتياط مثل ما تشاهدون هناك فقط لاعبين من التشكيلة التي ذكرها محمد عدنان، أما الباقي من مانشستر يونايتد لأننا لم نتعاقد مع التشكيلة الثانية، سنحتفظ بهذه الخطة يا جماعة. أوكي يا جماعة، نحن محتلين المركز الأول بتسعة نقاط، وهذا في موسم 2021-2022، والآن لننتقل إلى نهاية هذا الموسم، موسم 2021-2022. يلا ليتس جو. إذا يا جماعة الخير، نهاية موسم 2021-2022، لنرى ماذا فعلت تشكيلة محمد عدنان في أول موسم لها. في أول موسم ما جماعة الخير خسرنا الدوري ب 74 نقطة، ليفربول 90 نقطة. ليفربول كان ممتاز جدا. كأس الإمارات لم نفز به، كأس الكاراباو فزنا، خسرنا 3-0 أمام سبيرس توتنهام، كأس النخبة الآسيوية توجنا لم نتوج بها، كأس السوبر احنا ما توجنا بكأس السوبر، تشامبيونز ليج فزنا بالتشامبيونز ليج. يا جماعة الخير، تشكيلة محمد عدنان رسميا تفوز بدوري أبطال أوروبا، وحققنا أول هدف وهو فوز بدوري أبطال أوروبا. الآن علينا تحقيق الأهداف المحلية. لحظة، في تشكيلة ثانية مكونة من 11 لاعب لا تقل قوة عن هذه. بما أن ميزانية الانتقال ارتفعت لنادي مانشستر يونايتد، الآن نقوم بتعاقد مع بعض اللاعبين من التشكيلة الثانية التي وضعها محمد عدنان. مايك مانيان الفرنسي، داني كارفاخال، رونالد أراوخو، زيلي بريمير، ثيو هيرنانديز، كاسيميرو، أمام كاسيميرو راح أحط بيدري، إيزي سون، يونغ مين، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، وروبرت ليفاندوفسكي. جنون العظمة. أوكي يا جماعة، تعاقدنا مع كل اللاعبين، والآن يا جماعة الخير فلننتقل إلى نهاية موسم 2022-2023. يلا ليتس جو. إذا يا جماعة الخير، نهاية موسم 2022-2023، لنرى ماذا فعلت تشكيلة محمد عدنان، التشكيلة الأولى والثانية. يلا لنرى. يو الله، خسرنا الدور الإنجليزي الممتاز. الهدف الثاني في هذا الفيديو هو الدور الإنجليزي الممتاز، خسرناه بعدد الأهداف فقط، النقاط متساوون مع مانشستر سيتي 76 نقطة. يا الله، كأس الإمارات يا سلام توجنا به يا جماعة أمام سبيرس توتنهام 3-2، كأس الكاراباو يا الله كأس النخبة الآسيوية ما فزنا بها، كأس السوبر جماعة فزنا يا سلام ضد أولمبيك ليون 1-0، تشامبيونز ليج للأسف الشديد ما توجنا. أوكي يا جماعة، كيليان بابي هو هدف الفريق ب 17 هدفا، يليه دي بروين وصلاح ب 12 هدفا. أما المساعدات، كيفين دي بروين 11 مساعدة يا جماعة، ثم يلي كانسيلو 6، ثم صلاح ب 5. هذه إحصائيات أفضل لاعبين يا جماعة. إذا يا جماعة، هذه هي التشكيلة، التشكيلة التي سنعتمد عليها، يعني هذا الموسم الثالث، يتبقى لنا موسمين. الآن ننتقل إلى نهاية موسم 2023-2024. إذا يا جماعة الخير، نهاية موسم 2023-2024، لنرى ماذا فعلت تشكيلة محمد عدنان. يا الله، لم نفز بالدوري، 70 نقطة فقط، بفارق 11 نقطة عن تشيلسي. كأس الدرع الخيرية فزنا بهذا الكأس يا جماعة، كأس الإمارات ما فزنا به، كأس الكاراباو فزنا بكأس الكاراباو الحمد لله، كأس الصداقة فزنا بكأس الصداقة، كأس السوبر احنا ما شاركنا، تشامبيونز ليج يا الله خسرنا من الدور السادس عشر. اوكي يا بنزيما، تراجع مستواه بشكل كبير جدا. اوكي يا جماعة، عدلنا على الخطة، عدلنا على التشكيلة، عدلنا على كل شيء، طريقة اللعب ايضا، التكتيكات والى غير ذلك. والان لننتقل الى نهاية موسم 2024-2025، ولا موسم قبل الاخير، من اجل التتويج بلقب دوري انجليزي الممتاز. الفرصة ما قبل الاخيرة، يلا ليتس جو.
إذا نهاية موسم 2024-2025 لنرى ماذا فعلت تشكيلة محمد عدنان. يا الله خسرنا الدوري 7 نقاط فقط عن السيتي، 78 نقطة، احنا 71. كأس الإمارات فزنا باللقب، كأس الكاراباو ما فزنا باللقب، كأس الأبطال ما فزنا، كأس السوبر ما فزنا، تشامبيونز ليج خسرنا نهائي أمام مانشستر سيتي، ديربي مانشستر للأسف شديد، ولكن احنا ما يهمنا سوى الدوري الإنجليزي الآن. أوكي يا جماعة، الهدف هو كيليان مبابي ب 26 هدفا، ويلي فينيسيوس جونيور ب 17 هدفا، وصلاح 14 هدفا. أكثر لاعب قدم مساعدات أو تمريرات حاسمة هو ألكسندر أرلون ب 11 هدفا. إذا يا جماعة آخر موسم إن شاء الله لعلنا نتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. عدت على التشكيل على الخطة مجددا لكي أضمن الدور الإنجليزي الممتاز، وإن شاء الله سيكون هذا آخر موسم إن شاء الله، لا ندري. إذا يا جماعة الخير، نهاية موسم 2025-2026 لنرى ماذا فعلت تشكيلة محمد عدنان في خامس موسم. يا جماعة يا جماعة توجنا باللقب، يا سلام، رسميا ب 86 نقطة، يا سلام، في خامس موسم. لماذا خامس؟ لأن محمد عدنان قريب من 5 مليون مشترك. 86 نقطة يا جماعة، فزنا بلقب دور إنجليزي ممتاز، فزنا بكأس الدرع الخيرية، كأس الإمارات ما فزنا به، كأس الكاراباو ما فزنا به، لا يهمنا تشامبيونز ليج ما فزنا بها، معليش، المهم حققنا الأهداف المرجوة. يا سلام يا سلام، الحمد لله خلصنا يا جماعة الخير، وبعد مدة طويلة جدا. أتمنى الفيديو عجبكم، شكرا لمشاهدة الفيديو الأخير، شكرا لضغط زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات، أعطونا آراءكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات، اعتنوا بأنفسكم جيدا. المهم يا جماعة، السلام عليكم.